بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب في هذه الحلقة اللي أبغى أوفي فيها بالوعد اللي وعدتكم إياه، إني أشتقل لكم طريقة إيجاد الـspecific humidity بمعرفة الأديابتيك ساتوريشن تمبريتشر. كنت قلت لكم في الحلقة السابقة إن الاشتقاق ذا نبغى نسويه لوحده بحيث أنه ما يتداخل مع المفاهيم الفيزيائية للكونسبت الخاصة بالأدابتك ساتوريشن ولماذا كنا نبحث عنها. في الحلقة الماضية كنت نوريتكم الشكل هذا وقلت لكم هذا يسمونه الأدابتك ساتوريتر، وهو عبارة عن أنبوب طويل يوجد به سطح مائي يتم تزويده من أسفل. السطح المائي هذا درجة حرارته أقل من درجة حرارة الهواء الرطب الذي يدخل إلى الأنبوب. أيضا شرحت لكم التي في دايجرام والستيتس الثلاثة التي تهمنا في الساتوريتر هذا. هذه الستيت خاصة بالموست اير، وقلنا موقعها على التي في دايجرام هذا هو، وهذه هي درجة حرارة الهواء الرطب الذي يدخل. ممكن تكون زي ما قلت لكم مثلا 35 درجة مئوية. أيضا هذه هي الستيت الخاصة بالليكويد الذي يدخل تعويضا للماء الذي يتبخر نتيجة لمرور الهواء الرطب عليه، وقلنا أن الستيت حقته تكون هنا على شكل ساتوريتد ليكويد آت الحرارة حقت الدخول، والتي ستسمى لاحقا بالأديابتيك ساتوريشن تمبريتشر. وهذا هو الإكزيت، هو الستيت الخاصة بالإكزيت هذه هي، والباث الخاص بالبروسيس هذا هو. أوكي، this is my path. قلت لكم أيضا في الحلقة السابقة نتيجة لتطبيق الانرجي بالانس على هذا السيستم خرجنا بهذا القانون، والآن آن لنا أن نشوف كيف اشتقاقه. كالمعتاد لدينا أداتان رئيسيتان ولهما الماس بالانس الخاص بالاير. زي ما أنتم شايفين الماس of the air اللي يدخل عند الالت هو نفس الماس of the air اللي يخرج at the exit. هذا هو الالت، ويبدو أني رمزت له بالرقم واحد، إذا تبغون نحط رقم واحد هنا وهنا رقم اثنين، بالرقم من كتاب موران لا يضع الأرقام واحد واثنين، ولكن هذه الأرقام واحد واثنين كانت من أيام زمان لما كنت أدرس من كتاب شنجل. أوكي، يعني ما في أي تأثير. هل في جديد؟ ما في أي شيء جديد. الماس حق الأير اللي تدخل هي اللي تخرج، لا تزيد ولا تنقص. تمام؟ تمام. طيب نروح الآن للماس بالانس الخاص بالفيبر. لا والله في حاجة، انه الماس حقت الفيبر اللي تدخل يجيها شويه ماس من الليكويد وتخرج لي ماس اوف ذا فيبر وحاطين عليها شرطه، وهذه حتكون ايش؟ لا شك انها حتكون اكبر من الماس اوف ذا فيبر عند الدخول. كيف نمثل هذا؟ والله نمثله كالتالي: ماس اوف ذا فيبر عند المدخل اهي زائد ماس اوف ذا فلويد اللي يدخل من هنا، وهذا اللي يدخل من هنا يساوي مقدار التبخر اللي يجي هنا، والنتيجة انه حيساوي الماس اوف ذا فيبر عند ايش؟ عند المخرج. طيب ودي اسوي شوية تبسيطات الان. لا تذكرون التعريف الخاص بالاوميجا السبيسيفيك هيوميديتي، والتي قلنا بانها تساوي الماس اوف ذا فيبر مقسوما على الماس اوف ذا اير لاي مويست اير. نعم، اوكي. طيب سواء فيه نقطة أو ما فيه نقطة ما فرقت، ممكن أخليها M dot V على M dot A، أضرب الطرفين في الوسطين أحصل على أنه الماس of the vapor أوكي حتساوي الماس of the air مضروبا في إيش؟ في الأوميجا. الآن أبا أطبق هذه وأحطها وين؟ أحطها بدل M dot V عند المدخل، وايضا ابى اطبق نفس الكونسبت هذه واخليها عبر لي عن الماس فلو ريت حقت الفيبر عند المخرج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اهو تحولت هذه الام دوت في اصبحت تساوي الاوميجا مضروبه في الماس فلو ريت حقت الاير عند المدخل زائد الماس فلو ريت التي تدخل من هنا حقت الفلويد او حقت الليكويد حتساوي الاوميجا برايم وين؟ عند المخرج هنا يا شباب. تمام، مضروبة في الماس فلو ريت اوف ذا اير. ايش هدفك؟ عندي هدف معين الا وهو اني ابغى اعبر عن الام دوت اف وبتخلص منها بدلالة ماذا؟ بدلالة الاوميجا ات ذا اكزيت واوميجا وين؟ ات ذا الليت مضروبة في الام دوت اي. لاحظ اني نقلت هذه هنا على اليسار واخذت عامل مشترك.
كذا أنا أكون خلصت الاستفادة من الماس بالانس. أروح الآن يا شباب إلى الانرجي بالانس وأستخدم قانون الشهير الذي يقول الانرجي added to the system minus the work done by the system زائد أي انرجي دخلت إلى السيستم بواسطة الماس فلوريت حتساوي أي انرجي خرجت من السيستم بواسطة إيش؟ الماس فلوريت. انتم تلاحظون يا شباب اني حطيت اسهم هنا لانه احنا قلنا الاديابتك ساتوريتور هذا معزول ولا يوجد اي ورك في هذه العمليه، وبالتالي جل تركيزي الان حيكون على الماسز التي تدخل الى السيستم عندي والماسز التي تخرج من السيستم عندي. والله الماسز اللي تدخل الى السيستم عندي مدخل هنا وعندي مدخل هنا، والمدخل هذا يدخل منه ضيفين عزيزين، واحد منهم الاير والاخر الفيبر، بينما المدخل هذا يدخل منه فقط ايش؟ الام دوت اف اللي هو الساتوريتد ليكويد عند درجه الحراره هذه. طيب امشوا فك السميشن هذه يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، حتلاحظ اني ضربت الماس فلوريت حقه الاير، لاحظ اهو 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 هذه هي. في ماذا؟ في الانثالبي اوف ذا اير عند درجة حرارة الدخول. درجة حرارة الدخول هذه هي تي، وتقدر اقول لك اهي هذه هي موجودة هنا. طيب زايد الماس فلوريت حقت الفيبر، اوكي هذه هي، مضروبة في الانثالبي اوف ذا فيبر ات نفس درجة الحرارة هذه. لكن تلاحظ يا عزيزي انه حط لك هنا اتش جي، و اتش جي هي ساتوريتد فيبر انثالبي هنا عند الساتوريتد فيبر لاين، بينما انا الستيت حقتي هنا. وكنت قلت لك انه لاحقا ان شاء الله بنبرهن لك انه حالة تطبيقات التكييف فان البريشرز حقت الفيبر تكون دائما لو، ولما تكون دائما لو فان العلماء وجدوا انه الانثالبي اوف ذا فيبر في السوبر هيتد ريجن تكاد لا تفترق قيمتها عن الانثالبي اوف ذا ساتوريتد فيبر هنا ات ذا سيم تمبريتشر، وحتشوفها ان شاء الله تعالى. فهذا تبسيط يعني جيد وبيجينا ان شاء الله تعالى. طيب ايش بقي عندي؟ والله بقي عندي الماس فلوريت هذه اللي تدخل من هنا اهو، هذه الماس فلوريت مضروبه في الانثالبي ات ذس تمبريتشر والتي تمثل ايش؟ النقطه هذه. لاحظ انه ساتوريتد ليكويد انثالبي هنا ات الاديابتك ساتوريشن تمبريتشر. كذا نكون خلصنا من ايش؟ من ال1 اللت هنا والالت هنا. بقي عندي الاكزت، والله الاكزت عندي ام دوت اير هو ما تغير، وعندي ام دوت في برايم. ام دوت اير هذا هو، ولكن درجه الحراره الان لاحظ انها انخفضت، كم اصبحت الان؟ اصبحت تي اي اس، هذه هي درجه الحراره. فالانثالبي حقت الاير بقراها وين؟ ات ذا اديابتك ساتوريشن تمبريتشر. طيب زايد ماذا؟ زايد الماس فلوريت اوف ذا فيبر ات ذا اكزت، وهذا حاطين عليها برايم اهو، والمفروض يا شوف عندي غلط هنا، المفروض في برايم هنا يا اخوان. ام دوت في برايم مضروبه في الانثالبي ات ذس بوينت اللي هي اتش جي ات الاديابتك ساتوريشن تمبرتشر اللي هي هذه. ايش الخطوه التي تليها؟ خلوني اقسم الجميع بام دوت اي، ابى اقسم الجميع بام دوت اي. هيا ركزوا معايا، لو قسمت بام دوت اي هذا بيطير صح ولا لا؟ وهذا بيطير جيد، وهذا لما اقسمه على ام دوت اي ايش بيطلع لي؟ بتطلع لي اوميجا. وهذا يا اخوان لما اقسمه بام دوت اي تطلع لي اوميجا كيش؟ تطلع لي اوميجا برايم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا شباب اهو شفت هذا جاء الحد هنا، والام دوت اير راحت، والاتش جي اهي جات هنا، وهذه راحت وصار بدلها الاوميجا، والاتش اف زي ما هي ما تغيرت، لكن لما قسمت الام دوت اف على الاوميجا اهو ابغاك تتذكر لي هذه، اوكي الا استطيع ان احضر الام دوت اي هنا؟ اوكي بلى، وبالتالي تساوي ايش؟ اوميجا برايم ماينس اوميجا، تمام اهي هذه هي اوميجا برايم ماينس اوميجا. طيب هنا قسمنا على ام دوت اي صار طوروا مع بعض، وبقي لي الانثالبي في ذا اير ات الاديابتك ساتوريشن تمبريتشر. طيب قلت لك ان هنا فيه برايم، لما اقسمها على ام دوت اير ايش يحصل؟ احصل على
الأوميجا إبرايم، وهذا الإنثالبي of the vapor at adiabatic saturation temperature. وما زلت أشير لك هذه هي النقطة. طيب الآن أرتب أنا وياكم كيف حاخذ الأوميجا هذه أحطها عامل مشترك وأجيب الـ HG هنا، أوكي، وألاحظ أيضا الأوميجا هذه مضروبة في HF وقدامهم ماينس ساين، فأجيب المقدار هذا الحد وأحطه هنا. جميل جدا. بعدين أحط اليساوي هنا وأخذ إنثالبي of the air وأوديها وين؟ هنا. وهذه الإنثالبي of the air أخليها هنا. طيب والأوميجا خليني بس أمسح، أوكي، وهذه أخذها عامل مشترك، أوكي، يجيني الحد هذا هنا HG at adiabatic saturation temperature minus هنا W prime، أوكي، وهذه HF at adiabatic saturation temperature، هذه حطيتها هنا. ممتاز جدا. طيب إيش الخطوة اللي بعدها؟ خلاص اللهم لك الحمد أصبحت عندي هنا W لوحدها، الحد هذا كله هو البسط، والحد هذا يصبح إيش؟ المقام. إن شاء الله الاشتقاق ما هو طويل. أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.